محمد جمالي مسير سابق في صفوف شباب المحمدية ومنخرط حالي ورئيس جمعية أنصار شباب المحمدية سابقا. إذن كيش انتخاب سي هشام أيتمنى رئيسا لشباب المحمدية من أجل الإنقاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبقى لي إلا نقول أنه أنا تنتمن وتنوافق كمنخرط وكمسير سابق ديال فريق شباب محمدية وكمؤطر ديال الجمهور، انا تنوافق على الرئاسه ديال السي هشام أيتمنى، لان السي هشام أيتمنى هو ابن عائله اللي كانت سيرت شباب محمدية، هو الحاج محمد أيتمنى رحمه الله، واللي حصلت مع الشباب على القاب وحصلت مع على بطوله، حصلت مع عدد ديال سميتو. انا جد مسرور انه يكون السي هشام على راس فريق شباب محمدية، غير اننا تنطلب منه انه يكون بجانب واحد مكتب اللي يكون يسهر، لان حتى حنا بغينا نشوفوا شباب محمدية في المكانه ديالو اللي معوده عليه، ماشي في الاقسام الدنيا. مكتب اللي كيسمع كما كنشوفوا هذا النقاش هذا، واش المكاتب السابقه كانوا كيفتحوا واحد النقاش بحال هكا مع المنخرطين؟ حقيقة أنه كله كانوا مكاتب كلها كانت تقرب من المنخرطين وكانت تناقش المنخرطين، تاخذ رأي ديال المنخرطين، لأن في القانون دابا المنخرط هو الركيزة، هو الأساس ديال، إلا ما كانتش منخرطين ما كاينش فريق. هذا هو اللي كاين. كنتمنوا التوفيق لشباب المحمدية. وشكرا تبارك الله عليك.